والصلاة والسلام على رسول الله. أولا أسأل الله سبحانه وتعالى أن يتقبل من الجميع رمضان المبارك، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن أعمالنا تكون في ميزان حسناتنا يوم القيامة، آمين. ثم ثانية أشكر المؤسسة سباق الخير الكويتية على ما تقدم لهذا الإفطار المبارك للإخوة من مدينة كشكوية في المسجد راميراس. أخيرا أسأل الله سبحانه وتعالى أن تكون الإفطار هذا مبارك، وإن شاء الله هذه الإفطارات هذه تعاد علينا إن شاء الله بخير وعون. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Falenderojm ta shok që janë pas sebep për shtrimin e këtij iftari të bukur. Zoti i shpërbleft me xhenet.